طيب بسم الله الرحمن الرحيم، ان شاء الله دلوقتي هنبدأ نتكلم على سيكشن رقم 5. تمام، السكاشن اللي قبل كده احنا عرفنا ازاي نعمل كرييت للملف، وعرفنا ازاي مثلا اللي احنا بنعمل برضو ازاي برضو نعمل فولدر، عرفنا ازاي نعدل الاونر شيب على الملفات، وعرفنا ازاي مثلا نعمل له اركايف، وعرفنا طبعا ازاي نعمل له كرييت او كوبي او كلام من ده كله. جه الوقت بقى اللي احنا نتعامل مع المحتوى اللي هو المحتوى اللي جوه الملف ذات نفسه. تمام، فهو قال لك الاول ايه الملفات الجينوميك داتا اللي احنا ممكن نتعامل معاها اصلا في الايه، في اللينكس مثلا، يعني اللي هو مثلا في اللينكس، في طبعا انت ممكن تتعامل مع اي نوع من الملفات، ولكن الجينوميك داتا بقى اللي ممكن نتعامل معاها هنا اللي هي بامتداد ايه، بامتداد مثلا فاستا او فاستا كيو. وطبعا احنا خدنا الفاستا والفاستا كيو في الايه، في البايوانفورماتكس. الفاستا كيو بيبقى فيه معلومات عن الايه، عن الريدز، اللي هي الريدز اللي طالعه من ايه، من سيكونسنج ماشين. يبقى الفاستا كيو كل ريد في ملف الفاستا كيو بتبقى عباره عن ايه، فور لاينز، يعني اربع سطور. اول سطر بيقول لي ايه، بيقول لي الريد هيدر، يعني بيقول لي مثلا اسم الريد، بيقول لي ايدنتيفاير ليها، بيقول لي مثلا هي طالعه من اي سيكونسنج ماشين، بيقول لي مثلا هي طالعه من اي مكان بالظبط جوه الايه، جوه السيكونسنج ماشين. تاني سطر عندي اللي هو السيكونس نفسه، اللي هو السيكونس اللي احنا او اللي احنا مش احنا دلوقتي عملنا عمليه سيكونسنج صح للريد. طيب السيكونس بقى تتبع القواعد اللي احنا عملنا له سيكونسنج، يبقى ده تاني سطر اللي هو دي ان ايه سيكونس. ماشي، تالت سطر بيبقى علامه زائد، واحيانا ممكن يبقى فيها الريد هيدر اللي هو ده يعني. رابع سطر ده هو ده بقى الايه، الكواليتي سكور، اللي هو الكواليتي سكور الخاص بكل بيز. يعني ايه كواليتي سكور؟ زي ما احنا كنا اتفقنا ان البروبابيلتي ان البيز كولر قال ان البيز دهيت غلط، incorrect. يعني ايه؟ يعني احتماليه ان احتماليه ان البيز ده هي تكون ايه، غير صحيحه. ماشي، فهو طبعا كل لما الكيو ده هي بقت اكبر، كل ما احنا بنكون متاكدين اكتر ان البيز ده هي ايه، صح او قريبه من الصح، مش كده؟ يبقى البي probability the character was read wrong. تمام، we already know from sequencing machine. ولكن خلي بالك بقى من النقطه اللي انا عايز اقولها لك هنا، ان الكيو زي ما احنا اتفقنا ان هي مش بتكون مكتوبه كرقم، هي بتكون مكتوبه ان اسكي انكودد ايه، يعني بتكون انكودد بطريقه معينه. ماشي، فمثلا لو انا طبعا انكودد بطريقه اللي هي فريت 33. ماشي، احنا طبعا خدنا كل الكلام ده في البايوانفورماتكس، فانا بعدي عليه بسرعه شويه عشان اصلا كل الكلام ده هتلاقيه ريليفنت بالنسبه لنا. بس هو طبعا كلام كله بسيط، فور لاينز تمام لكل ريد، اول لاين الهيدر والاسم، تاني لاين تتابع القواعد تبع البيز يعني الدي ان اي سيكونس، تالت حاجه علامه البلس، رابع حاجه اللي هو الكواليتي سكور الخاص بكل بيز. اتفقنا ان الكواليتي سكور هو ايه، هو عباره عن ان احتماليه ان الايه ان البيز ده اتنتج بشكل غلط ولكن انكودد بطريقه اسمها ايه، الفريت 33. ماشي، وبالتالي مثلا انا لو عندي هو جاب لي مثلا حرف وانا عايز احوله، فاللي انا بعمله اللي انا بروح طبعا اول حاجه بشوف الحرف ده هو مقابله كام في الاسكي. تمام، هو طبعا لازم يكون جدول الاسكي موجود، اكيد طبعا الجدول اكيد مش حافظ يعني. تمام، فهنلاقي ان هي مثلا بتساوي قيمه الاتش مثلا 76. ماشي، هطرح منها 33، يبقى هي دلوقتي بقت بتساوي كام، 43. يبقى الكيو دلوقتي بتساوي كام، 43. طيب لو كان العكس اللي هو جايب لي ان الكيو مثلا ب 37 وعايز يعمل لها انكودنج، فهجمع عليها 33 هتساوي مثلا 70، وبعدين اروح ادور على 70 الحرف المقابل ليها كام، وبالتالي دي هيبقى الايه، الكواليتي سكور اللي موجود في الملف الايه، الفاستا كيو. تمام، الملف الفاستا كيو خلي بالك مش الفاستا. طيب امال ايه بقى الملف الفاستا ده، هو بيبقى عباره عن ايه، هو بيبقى عباره عن تو لاينز. ماشي، اول لاين اللي هو بيبقى فيه دي غلط على فكره، دي فاستا مش فاستا كيو. فاستا فايل كونسيست اوف تو فايل تو لاينز، يعني سطرين. اول سطر بيبقى الريد هيدر، اللي بيبقى هيدر بيبقى برضو فيه شويه معلومات عن دي مثلا من اي ماشين او كلام من ده، او شويه معلومات عن الريد يعني. وتاني حاجه اللي هو الدي ان اي سيكونس، وخلي بالك الفاس ده هو ده اللي بيبقى فيه الريفرنس، الريفرنس جينوم. لو حد فاكر في الالاينر لما احنا اتكلمنا عنه، اللي هو كان بياخد ملفين، ملف الفاستا اللي هو الريفرنس جينوم، وملفات الفاستا كيو اللي هي للايه، للريدز اللي هيعمل لها الاينمنت مع الايه، مع الريفرنس. تمام، طبعا الكلام ده كله انا عديت عليه بسرعه عشان ده اتقال اصلا في الايه، في المحاضره. طيب زي ما احنا اتفقنا، انا دلوقتي عندي ملف فاستا او عندي ملف فاستا كيو، وعايز ان انا مثلا ابدا ادور على باترن معين. انا مثلا عايز ادور دلوقتي على جي اي اي. تمام، فانا هعمل ايه، فقال لك اللي انت هتستخدم كوماند اسمه جريب. يبقى ايه جريب ده، هو ده
كوماند بيخليك اللي انت تدور على باترن معين، يعني تدور على كلمة معينة في ايه، في فايل، في ملف كبير، ماشي. فانت مثلا لو قلت grep جي اي اي واسم الملف، مثلا نفترض ان اسم الملف عندي هو جي ار سي اتش 38، تمام، دوت فاستا. يبقى انا دلوقتي عندي، تخيل معايا ان انا عندي دلوقتي ملف فاستا، وعندي مثلا ار 1 دوت فاستا كيو، وعندي ملف فاستا كيو، وعايز ابدا اطلع منهم مثلا او ابحث جواهم على شويه حاجات، ماشي. فانا اللي انا هعمله ايه مثلا، اللي بدل جي ار سي اتش 38 دوت فاستا، والتاني اللي هو ار 1 دوت فاستا كيو اللي هو الريد، ماشي. فقال لك لو انت عشان تدور على باترن معين في الفايل، فاول حاجه بتقول الكوماند اللي اسمه جريب، بتقول الحاجه اللي انت بتدور عليها، وبعدين الفايل نيم اللي هو اسم الفايل، يعني مثلا ساعتها هيكون جي ار سي اتش اي 38 دوت فاست هنا، وده الباترن هيتحط هنا، وتقول الكوماند، فهيقوم جايب لك ايه الاوكرنسز للايه الجي اي اي. طيب نفترض اللي هو اللي انا عايز اشوف الباترن وعايز الونه مثلا بلون معين، تمام، خليه يعمله مثلا هايلايت، فبمرر ايه اوبشن اسمه سلاش سلاش ايه كولر، يبقى انا كاني بلون الحاجه اللي اتعمل لها ماتش، ماشي، كان انا عملت لها ايه هايلايت. طيب جريب ماينس ار، ماينس ار ده بتعمل ايه؟ فكرتها كلها ان هي بتعمل سيرش ريكيرسيفلي ان ذا دايركتوري، يعني بتدور في الفولدر، يعني هي مش بس بتدور في ملف جريب، مش بس بتدور في ملف، هي بتدور في الفولدر كله، فانت بتبص لها اصلا دايركتوري نيم. فنفترض ان انت مثلا عندك الفولدر دهوت، الفولدر دهوت ده جواه مثلا اربع ملفات، وانت عايز تدور في الاربع ملفات كلها، تمام، ملف ملف فيهم. فتعمل ايه؟ تقول الباترن اللي انت عايزه، مثلا جي اي اي اللي هي الحاجه اللي انت بتدور عليها، وتمرر اللي هو ماينس ار، وبعدين ايه تمرر اسم الدايركتوري، يبقى اسم الدايركتوري دهوت مثلا ممكن يكون ايه نيو مثلا، اي حاجه مش فارقه، تمام. فهو انت هتبصي نيو دهوت الدايركتوري نيم، فهو هيروح له ويدور في كل الملفات اللي جوه الايه الفولدر ده، ده فولدر، سوري ده فولدر، اللي بقى هيدور في كل الايه الملفات اللي جوه الايه الفولدر. طيب لو انا عايزه يقول لي كمان، يقول لي هو لقى الباترن دهوت في اي لاين بالظبط، فبمرر الاوبشن اللي اسمه ماينس ان، يبقى ماينس ان مثلا لو هو لقى الحاجه دهيت في لاين 10000، فهو هيقول لي ايه ان الباترن انا لقيته في مثلا اللاين 10000. ماينس دبليو، هنا انا بدور على كلمه معينه، تمام، يبقى مثلا انا بدور على كلمه معينه زي زي وورد مثلا، انا عايز اشوف كلمه وورد جوه الفايل نيم دهوت، ماشي، يبقى انا هنا ايه بدور على كلمه، كلمه بعينها بس. طيب جريب ماينس اي، ماينس اي بيعمل ايه؟ بيجنور باترن كيس سنسيتيفيتي. يعني ايه الكلام دهوت؟ يعني نفترض مثلا ان انا بدور على جي اي اي، وقلت له اللي هي ايه اللي هي كابيتال، تمام، لو انا مررت ماينس اي، لو في جي سمول اي اي هيقول لي اللي هو لقاه، يعني هو كانه بيجنور الكيس سنسيتيفيتي، كانه ملوش دعوه بالايه بان الحرف كابيتال او سمول، سواء كابيتال او سمول طالما هو بيماتش هيرجعه لك، ماشي. يبقى ده هو عن طريق ماينس اي. خلي بالك الحاجات دي، حاجات الاوبشنز دي مهمه، لو انت بتدور في ملف مثلا ولقيت تدور على حاجه وما لقيتهاش، فاعمل حسابك اللي انت مثلا ممكن تكون ما لقيتهاش عشان ايه، عشان في حاجه سمول بدل ما هي كانت كابيتال، صح. فانت عشان تاجنور السمول والكابيتال تقول ايه ماينس اي، تاجنور يعني سيبك منها يعني، ماشي. طيب لو انا عايز اطبع عدد السطور اللي ظهر فيها الباترن، يعني مثلا اقول لك حاجه، الباترن عندي ظهر مثلا خمس مرات، ثلاث مرات مثلا في السطر الخامس، مرتين في السطر السادس، انا عايزه يطبع لي عدد السطور، هقول له ايه؟ همرر له الاوبشن اللي اسمه ماينس سي، تمام. طيب لو انا عايز اللي هو الانفرت الماتش ريزولت سيلكت نون ماتشنج لاينز، يعني لو انا مثلا بدور على حاجه معينه وهو لقاها، تمام، انا بقى مش عايزه يرجع لي الحاجه اللي هو لقاها، انا عايزه يرجع لي الحاجه اللي هو ما لقاهاش. يعني ايه؟ يعني انا عندي مثلا 5 لاينز، عندي خمس سطور، ماشي، بدور على كلمه مثلا ايه فولدر، فيه بدور على اي كلمه، مش فولد، اي كلمه، تمام، لقيت ان الكلمه موجوده في السطر الاول والسطر الثالث، تمام، انا لو مررت ماينس ماينس في هيرجع لي الثاني والثالث والخامس، اللي هي السطور اللي ما ظهرش فيها الكلمه اللي انا بدور عليها. فانت كانك انت بتعمل انفرت، بتختار اللاينز ولكن الايه النون ماتشنج اللي ما اتعملهاش ماتشنج. طيب لو انا عايزه، لو انا دلوقتي بدور على كلمه معينه وعايزه لو هو لقى لي الباترن اللي هو ايه يكون واضح بالنسبه لي وانا مثلا بقراه، فعايزه قبل مثلا بدل ما هو يعمل لي هايلايت عليه كده وسط كل الكلام، انا عايز مثلا لو هو لقى كلمه اي حاجه مثلا كلمه جينومكس مثلا او اي كلمه انت عايزها، اللي هو يسيب لاينز قبلها، تمام، ويسيب لاينز بعدها عشان اقدر ان انا اشوف الايه، اشوف الكلمه دهيت او الباترن دهوت بشكل واضح. يبقى ماينس بي اللي هو انا بقول له ايه، سيب لي لاين قبلها، لاين واحد،
ماينس ايه اللي انا بقول له سيب لي اتنين لاين بعدها بعد الايه الكلمه دي. يبقى الكلمه ده هي كده هيقول لي ان الباترن ظهر هنا وهيسيب لي لاين قبلها وتو لاينز بعدها. طيب الجريب ماينس اف ايه اللي هيحصل لو انا مررت ماينس اف اوبشن؟ فاللي هو كان انا بخلي الباترن اللي انا بدور عليه في فايل واحد تمام، وهدور عليه فين بقى؟ في فايل اتنين. يعني انا في فايل واحد مثلا هكتب فيه الحاجه ده فايل واحد تمام، هكتب فيه الحاجه اللي انا بدور عليها، اي حاجه انا بدور عليها هنا، وبعدين الفايل اتنين اللي هو المكان اللي انا هدور فيه. يبقى انت بتسيرش فور باترن من فايل واحد جوه ايه؟ جوه فايل اتنين. طيب ماينس دبليو بتعمل ايه؟ سيرش فور ووردز فروم فايل واحد جوه فايل اتنين. يبقى هي نفس الفكره ولكن انت بتدور على وورد كلمه واحده بس زي دي مثلا ماشي، ولكن طبعا ايه بتحطها برضو نفس الطريقه دي، بتحطها جوه فايل وبعدين بت ايه تستخدم او بتدور عليه جوه الايه الفايل التاني ماشي. طيب الريجولر اكسبريشنز ودي احنا اتكلمنا عنها تمام قبل كده، اللي هو فكره الاستريكت اللي انا بماتش اي سترينج بعد حاجه معينه. يبقى مثلا تعالى كده نقرب شويه، مثلا اي اتش ماتشز لو انا مثلا خليت اي اتش وبعدين حطيت جنبها ايه ستار، فهتماتش اي حاجه بعد الايه اي سترينج بعد الايه بعد الستار دي. يبقى مثلا لو في اتشات كتير جدا كده فهو هتقول لي اه ماشي، يعني هت ايه هتماتش السترينج دوت وهترجعه لي. وده طبعا مهم جدا علشان وانت بتعمل سيرش، يعني الريجولر اكسبريشنز دي مهمه في ايه؟ نفترض ان انت الباترن اللي انت عايز تدور عليه مثلا لازم يكون في كلمه قبله، يبقى كانك انت مثلا بتدور على، نفترض ان انت عايز تدور على كل حاجه دوت تي اكس تي مثلا تمام، فانت بتدور على اي سترينج دوت تي اكس تي، فانت هتقول هنا استريكت اللي هي الايه النجمه، علامه النجمه اللي هو بيماتش اي حاجه دوت تي اكس تي، فولدر واحد مثلا او فايل واحد دوت تي اكس تي، فايل اتنين دوت اي حاجه دوت ايه دوت تي اكس تي. طيب علامه الاستفهام حرف واحد بس، يبقى مثلا نفترض ان انت عايز تعمل سيرش مثلا على امتداد تي او مثلا ايه، خليها مثال تاني، افترض ان انت مثلا عايز تعمل سيرش على على اسمك مثلا ماشي، اللي هو خليها اسم اللي هو مثلا اياد تمام. فانا دلوقتي متوقع ايه؟ متوقع ان يكون في حرف واحد بس، فانا هحط هنا علامه استفهام تمام، فهو هيماتش مثلا ايه، هيماتش اي حرف واحد، خلي بالك مش اكتر من حرف، هيماتش اي حرف واحد بعد الايه علامه الاستفهام دي، او لو في دي موجوده نفسها فهو هيجيبها لي برضو. يبقى لو هنا في زيرو يعني او مفيش حرف اصلا ودي لقيت اللي هي موجوده في الفايل هيرجعها لي ماشي. يبقى علامه الاستفهام بتماتش يا اما زيرو او حرف واحد بعد الايه بعد الكلمه اللي انا محددها. اما الاستريكت كانت بتعمل ايه؟ لا كانت بتماتش سترينج بحاله تمام. طيب البلس 1 اور مور اوف ذا بريفيوس، يبقى هي بقى مش زي الاستريكت. الاستريكت كانت بتجيب لك زيرو او 1، يعني ايه الكلام ده؟ يعني هقول لك حاجه، لو مثلا نفترض ان انت بتدور دلوقتي زي مثلا اللي احنا قلناه دوت تي اكس تي ماشي. طيب دوت تي اكس تي لنفترض ان انت حطيت مثلا قبلها بلس، معناها ايه؟ معناها ان انت بتدور على اي كلام دوت تي اكس تي. ولكن الفرق بقى ما بين الاستريكت اللي هو لو نفترض ان في ملف اسمه دوت تي اكس تي بس من غير اسم مش هيرجعه لك، يبقى هو بيرجع لك 1 اور مور، يبقى لازم يكون في اوكيرنس اصلا لده، لازم يكون في اسم هنا الاول دوت تي اكس تي. يبقى تاني ايه الفرق ما بين البلس والاستريكت؟ ان الاستريكت بتماتش زيرو اور مور، يعني لو هنا ما فيش هترجعه لك او مور بقى اي حاجه زياده. اما البلس لا لازم يكون في اوكيرنس واحد عشان ايه يرجع لك. يعني مثلا هنا لو انا بقول اي اتش وعلامه الاستريكت فهو ممكن يرجع لي اي اتش 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 مثلا او الاي لوحدها تمام. اما الاتش اي اتش بلس مش هيرجع لك الاي لوحدها، ده الاختلاف ما بين البلس والاستريكت. السلاش طبعا انت بتعملها عشان تسكيب سبيشال كاركتر، يعني نفترض ان انت بتدور مثلا انت فعلا عايز تدور على علامه استفهام، ولكن علامه الاستفهام ده هي ده سبيشال كاركتر في الريجولر اكسبريشنز، وبالتالي انت ما ينفعش تحطها زي ما هي، هنفتكر كده اللي انت بتستخدمها عشان تدور على حاجه. فانا ازاي اخلي السبيشال كاركتر كاركتر عادي؟ عن طريق اللي انت بتعمل اسكيب للكاركتر ده. اسكيب ازاي؟ عن طريق اللي هو الباك سلاش اللي هي دي ماشي. طيب الدوت ده وايلد كارد كاركتر ماتشز اني كاركتر، يعني انت بتشوف اي كاركتر واحد مثلا هنا دي اي تمام او دي او سوري، فانت مثلا دي او دوت معناها اللي انت بتدور على اي حاجه بتبدا بدي او تمام، وفي كاركتر هنا هيبقى موجود، يعني مثلا دوج او دوت او اي حاجه من الحاجات دي، يبقى في هنا ايه مكانها كاركتر.
طيب نفترض ان انت عايز تعمل جروبنج للكاركترز، فانت هتعملها عن طريق الايه القوس. علشان الموضوع ده هو يكون واضح شويه، خلينا كده نبص بصه على الريفرنس ده. بيقول لي مثلا كابشن جروب اللي هو القوسين ده بيعمل ايه؟ ده كانك انت بتقول مثلا اللي انت بتدور على اللي هو الحروف دهيت اللي هي مثلا اي بي سي، وان هي تتكرر مثلا 3 مرات، تمام؟ فانت كده انت بتعمل سيرش على ايه، اي بي سي اي بي سي اي بي سي، كانك انت كررت الكاركترز دهيت مثلا 3 مرات 4 مرات براحتك بقى، ماشي؟ فده هي برضو نقطة تانية. يعني مثلا لو انت عايز تقول مثلا جي جي سي وعايزهم اللي هم يكونوا متكررين ورا بعض 3 مرات، فانت هتقول هنا مثلا ايه جي جي سي 3، معناها كده اللي هو جي جي سي جي جي سي جي جي سي، فهو هيماتش الايه الباترن ده يعني. طيب اللي هي البراكتس دهيت، تمام؟ اللي هي السكوير براكتس، خلي بالك في فرق ما بين السكوير براكتس والكيرلي براكتس، دي السكوير براكتس ودي الكيرلي كيرلي براكتس، ماشي؟ اللي بقى السكوير براكتس انت بتماتش رينج اوف كاركترز، اللي بقى مثلا انا بقول ان انا عايز اماتش من الاي مثلا البي او للسي مثلا، يبقى معنى كده ان انا لو في دي مش هيتحسب معايا، ملهوش دعوه بيا خالص، ماشي؟ اللي بقى مثلا ايه سي اي، تمام؟ وانا عايز هنا يا اما في ار مثلا يا اما في ال، فانا هقوم عامل كده ار، تمام؟ و اللي هو ال، اللي بقى من الار للال، تمام؟ اللي هو هيماتش حرف ما بين الار الى الايه الى الال، بس كده، بس مفيش حاجه تانية ما بينه، ماشي؟ طيب ماتش بريفيوس اور نيكست، اللي بقى ده هو طبعا ده هو سيمبل اور اللي هو العلامه دي الاور، يبقى انت بتشوف حاجه او حاجه، تمام؟ يعني انت مثلا عايز تشوف يا اما الاثنين يا اما الخميس، فانت هتعمل ايه؟ فانت هتماتش الجروب دهوت وبعدين الايه الاور وبعدين الايه تيوزداي مثلا، تمام؟ اللي بقى كده هو هيدور يا اما على الماندي او الايه تيوزداي. طيب الكيرلي براكتس انت زي اللي هو ايه الرينج اللي هو زي السكوير براكتس، ولكن انت هنا انت بتدور على سترينجز، يعني انت بتقول اللي هو سترينج مثلا يبدا بحرف الار وهكذا، تمام؟ علامه الاس دهيت طبعا بتقول لك ان ده بيجيننج اوف ا كاركتر، يعني مثلا لو انا عايز اللي هو هقول لك حاجه مثلا اللي هو beginning of a string always in a character range، يعني ايه الكلام دهوت؟ يعني مثلا انا عايز ايه عايز مثال عايز مثال عايز مثلا اللي هو www، تمام؟ وعايز اماتش اي حاجه قبلها سواء مثلا http او https، فانا هقول ايه؟ هقوم حاطط العلامه دي، معناها ان انا يا اما هماتش http او https اللي هو اي حاجه قبل ده عموما، ماشي؟ قبل حاجه قبل ده عموما يكون بعدها ايه www، ماشي؟ حلو جدا. طيب الدولار ساين دي عكسها اللي هي الاند اوف سترينج، يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا لو انا قلت لك اللي هو زي المثال ده هوت اي ان جي، ماشي؟ ودولار ساين، فهو هيماتش اي سترينج بينتهي بايه؟ باي ان جي، مثلا اكسايتنج مثلا، تمام؟ اللي بقى اي سترينج عندي بينتهي بالاي ان جي فهو هي ايه هيرجعه لك، اللي بقى بتعمل ده عن طريق الايه؟ عن طريق الدولار ساين. يبقى اللي انت تماتش اند اوف سترينج دولار ساين، اللي انت تماتش بيجيننج اوف سترينج يبقى اللي هو الايه علامه النيجيشن دي او علامه الاس دي يعني، ماشي؟ وطبعا عرفنا الايه الباقي. طيب فانت دلوقتي عايز تستخدم الريجولر اكسبريشن في اللي انت تدور على حاجه معينه، فانت بتقول طبعا جريب ماينس اي كابيتال، تمام؟ وبعدين هنا تقول الريجكس بقى الخاص بيك اللي هو التركيبه المعينه اللي انت عايزها. في هنا لو حد حابب يعرف اكتر عن الموضوع، طبعا الموضوع ده اتشرح في كتير، يعني هو ما بيتشرحش في خالص في 5 أو 10 دقايق، بس انا بس بقول لك الحاجه عشان لو جت في الامتحان تعرفها. ولكن الموضوع ده طبعا ده regular expressions ده حوار طويل شويه، تمام؟ ومحتاج حد يقعد ايه يتعود عليه اكتر من مره عشان فعلا يقدر يكتب حاجه كويسه يعني. فده موقع اسمه ريج اكسبريشن او اي اكس ار، تمام؟ ممكن تجرب عليه الريجولار اكسبريشنز وهتلاقي ان الموضوع لطيف معاك جدا ان شاء الله. طيب النقطة التانية المهمة جدا اللي هي البايبنج اوت بوت، يعني ايه؟ انا يا جماعة دلوقتي عملت سيرش على حاجة معينة هنا، ماشي؟ عايز الناتج ده مثلا اعرضه في التيرمينال، فانا هخزن او كأني انا بعمل ايه؟ كأن انا باخد الاوت بوت بتاع الكوماند ده، تمام؟ بوديه للكوماند اللي بعده، واخد بالك من الفكرة؟ يبقى انا اخدت الاوت بوت من الكوماند ده اللي هو كان ايه؟ اللي هو مثلا عبارة عن 5 لاين، ماشي؟ وبعدين وديته للكماند اللي بعده اللي هو مثلا هيد، فهو كده عرضه لي. يبقى دي حاجه اسمها البايبنج اوت بوت، اللي هو ده بيبقى عن طريق البايب كاركتر اللي هو اللي هو الفاصل دهوت، ماشي؟ وانت بتاخد الاوت بتاع الكماند دهوت مثلا، تمام؟ اي كان الاوت بوت مثلا 5 لاين 6 لاين، وبعدين بتوديه للايه للكماند التاني.
طيب كوماند تاني بيقول لك الدبليو سي ده هو بيعد الايه الكلمات اللي عندك وورد كاونت ماشي. مش بس الكلمات على فكره، هو كمان بيقول لك اللاينز والكاركترز على حسب الايه، على حسب الاوبشنز اللي انت هتبعتها له. يعني مثلا لو ماينس دبليو هيقول لك الوردز، لو ماينس سي هيقول لك الكاركترز، هيعد لك الكاركترز يعني، لو ماينس ال هيعد لك الايه اللاينز ماشي. دي مثال على البايبنج اوتبوت. طيب يعني ايه بقى ريدايركت الاوتبوت؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت هنا بقى، انت هنا كنت بتعمل ايه، انت كنت بتوديه، كنت بتودي الانبوت الى ايه، الى كوماند تاني على طول تمام. كوماند تاني على طول دوت مثلا بيعمل عليه عمليه معينه، ولكن نفترض اللي انت عايز اللي انت تعمل ريدايركت الاوتبوت تماما لملف تاني اصلا. يعني انت مثلا عايز تخزن، انت دلوقتي جبت هنا 5 لاينز ماشي، جبت هنا 5 لاينز وعايز تحتفظ بيها مثلا في ملف، هتعمل ايه؟ عن طريق علامه الاكبر من. يبقى علامه الاكبر من دي بتجيب كل الاوتبوت وبتوديه في ايه، في تكست فايل تمام. وخلي بالك هي بتعمل اوفر رايد على الايه الفايل كونتنت، يعني لو كان في محتوى في الفايل دوت كل حاجه عليها ايه هتتمسح الاول. طيب نفترض ان انت مش عايز الحاجه اللي عليه تتمسح، هتعمل ايه؟ هتعمل اتنين اكبر من بدل اكبر من واحده. يبقى فكره الريدايركت اوتبوت انت بتاخد الاوتبوت بتاع اي امر، اي امر انت عايزه مثلا ال اس، وبعدين تحتفظ بيه في ملف تكست فايل ماشي. يبقى عن طريق علامه الايه الاكبر من، ولكن الاكبر من زي ما اتفقنا هي بتعمل اوفر رايد. نفترض ان انت مش عايز تعمل اوفر رايد، يعني مش عايز تمسح القديم وعايز بس تعمل ابند، يبقى هتعمل ايه اتنين اكبر من ماشي. الايكو طبعا ده هو ده امر طباعه بيعرض لك لاين واحد بس اوف الايه اوف التكست ماشي. لو انت مثلا في تكست اون تيرمينال، لو انت عايز تعرض حاجه على تيرمينال سكرين فممكن تقول ماينس اي، يعني بقى شوف الحاجات دي. لو انت عايز تعمل ارثماتيك اوبريشنز معينه وتعرضها تمام، يبقى عايز الحاجه اللي جواها دي ما تتعرضش كانها سترينج، انت عايز ان هي تتحسب. لو مثلا قايل هنا 5 زائد 1، انت لو كتبت هنا 5 زائد 1 هتطبع قدامك ايه 5 زائد 1. ولكن لو نفترض ان انت عايز تعمل عمليه حسابيه هتحطها وسط الايه القوسين ده همت وبره علامه الدولار ساين، يبقى دولار ساين تمام وقوسين 5 زائد 1 مثلا، فاللي هيتعرض هيبقى ايه بقى، هيبقى 6 تمام، علشان هو بيحسب الايه الارثماتيك اوبريشن اللي ايه اللي جوه. طب نفترض ان انت عايز تايكو حاجه معينه جوه فايل، فطبعا ايه عن طريق الريدايركت اوت. لو انت عملت 2 اكبر من يبقى هو هيعمل ابند، يبقى هو هيزود على الفايل اللي موجود. اما لو انت عملت اكبر من واحده هو هيعمل اوفر رايت على الايه الفايل اللي موجود، يعني هيمسح كل حاجه كانت على الفايل وبعدين يضيف الايه الاوتبوت. يبقى دي فكره الريدايركت الايه الاوتبوت. طبعا الايديتنج فايلز احنا خدنا قبل كده الفي اي او الفيم، هما الاثنين نفس الحاجه. وقال لك بعد بعد ما انت تكتب الفيم كوماند، فهو لو انت عايز بقى تبدا تكتب تكست عادي، تبدا مثلا تكتب حاجه او تعدل على حاجه، فانت المفروض تدخل في حاجه اسمها الانسرت مود. الانسرت مود دهوت ده المود اللي انت من خلاله تقدر تكتب كلام تكست ماشي. يبقى بتبريس اي، بتضغط على الاي فبيخليك في الانسرت مود. الانسرت مود دهوت بيخليك اللي انت تكتب اي تكست انت عايزه في الايه في الاديتور او في الملف اللي انت واقف عنده يعني. بعدين طبعا اكزيت عشان تطلع بره الانسرت مود وترجع للمود العادي. طب نفترض اللي انت عايز تسيف وتقفل، فبتعمل اللي هو الكولون دبليو كيو وانتر، فهو كده هو بيسيف اللي تشينجز وبيقفل. طب نفترض ان انت مش عايز تعمل سيف، يبقى كولون كيو علامه تعجب، يبقى هو كده هيعمل ايه هيعمل كويت من غير ما يسيف الحاجه اللي انت كتبتها. يبقى ده كان السكشن الخامس. طبعا ما فيش وقت خالص اللي احنا نطبق، طبعا التطبيق كان هي ايه هيوضح الموضوع اكتر، ولكن كان مثلا كان زماننا ضعفنا السكشن في وقت، ومثلا كان ضعف 2 ولا حاجه. فخلاص يعني الحمد لله احنا كده خلصنا، وهنبدأ ان شاء الله في الفيديو الجاي سيكشن 6.